انا عايز اجي الاسم اسم الحقيقه لان احنا عندنا محترفين بالظبط، احنا عندنا 5 محترفين اه وحارس المرمى هنداوي كمان هنتكلم فيهم بالتفصيل لان ده حقهم وانا عايز اشكرهم الحقيقه. وبنتكلم كمان على مدير فني عالمي، يعني افضل مدير فني في اللعبه دي في 2019 ده هيروح بقى ده. خلينا نروح لفرص مصر في تحقيق البطوله دي واللقب ده، شايف فرص مصر ازاي كابتن هشام؟ زي ما كابتن يحيى لسه كان بيقول احنا مش هنجمل فيها، يعني احنا شايفين التطور اللي بيحصل من فتره طويله، ودايما يمكن اتحاد كره اليد حتى يعني ما بين التسلسل ما بين الاتحادات نفس السيستم بيبقى واحد، بحيث ان احنا التطور دوت محطوط وفي بلان محطوطه ومخطط والناس تمشي عليه. من 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 الاتحاد من زمان، من ايام كابتن حسن مصطفى، من ساعه ما كان موجود دكتور حسن مصطفى ناصر، من ساعه ما كان موجود في الاتحاد والتطور دوت والخطوات دي موجوده، ودلوقتي احنا شايفين بقى الناتج ده عاليه. احنا يعني لا احنا احنا دلوقتي بنكمبيت او بننافس الفرق الاوروبيه بشكل عادي، ما بقتش عندنا المشاكل اللي كنا بنقابلها قبل كده، واحنا كنا بنلعب منافسات في ليفل عالي، عارفين كويس قوي الاحساس بتاع اللعيبه عامل ازاي، ان انت حاسس ان في جاب كبيره، في فرق كبير بين اللعيبه وبعضها. دلوقتي المستويات لا، المنتخب بتاعنا منتخب الحمد لله، احنا عندنا اكتر من 5-6 لعيبه محترفين بره في فرق قويه ومؤثرين في فرقهم كمان بشكل كبير قوي، وزاد عليهم كمان احمد هشام دودو اعتقد اللي هو راح نادي النمر الفرنسي مع سند، يعني شكل المنتخب لا وهم بيلعبوا احنا نام فرنسي بالظبط. وفرنسا من الدول القويه في كره اليد، بيبان الخطوات قوي طبعا منتخبات بيبان الخطوات من هنا كمان للي قدام للي بعد كده، يعني بيبان الخطوه اللي من دلوقتي اللي احنا ماشيين فيها للي بعد كده. فاللي احنا شايفينه انه في تطور كبير قوي في المنتخب، واكبر دليل على كده الماتشات الوديه اللي احنا لعبناها في الفتره الاخيره ديت، يمكن مع البحرين مع البحرين، وكان في مع اليابان، يابان فرق ايه مرتين تقريبا مرتين ومرتين والبحرين مرتين صح، والبحرين برضو كمان مرتين لعبنا هنا ولعبنا في المانيا صح. فلا احنا عندنا الحمد لله عندنا تكوين لمنتخب قوي جدا يقدر ينافس، ومش من غير زي ما اقول من غير تهويل ومن غير ما نقول الكلام الشعارات اللي بيحصل، لكن لا احنا فعلا عندنا منتخب قادر ان هو يقدر ينافس في منافسات كاس العالم اللي جايه ديت، وان شاء الله باذن الله لجميع الجماهير بجد الكلام دوت ان شاء الله تفائلوا بمنتخب مصر هيلعب حاجه نفسي يحضر الجمهور.